بينما يتواصل القتال في سوريا، يحاول الأطفال مواصلة حياتهم في المناطق المتاخمة لجبهات القتال، في حين تتفاقم معاناة الأسر السورية المهاجرة إلى أوروبا وهي تحاول عبور الحدود. المزيد في التقرير التالي. أيا تكن الأحوال، تتغلب البراءة على غدرات الزمن. حين تستريح الأسلحة يتاح للأطفال اللعب بما تيسر من بقايا الأشياء أو الدمى. جبهات القتال لا تعرف أياما للعطل، لكن أطفال سوريا يعرفون كيف يندسون. يغافلون الوقت فيأخذ برهة للمرح قصيرة، غالبا تنتهي عندما يصحو السلاح. أنا ألعب في هذا الملعب دائما، عندما أسمع صوت انفجارات أختبئ في المنزل، وأنا لا أحب الانفجارات وأتمنى أن يأتي السلام إلى بلدنا. أنا وأهل حارتي نخاف نطلع برا الحارة لأنه في انفجارات، نخاف أنه يهجم علينا داعش. الصبية ألف القتال فتشبهوا بأبطاله، تقاسموا الأدوار بين خير وشرير، ابتكروا المعركة وخاضوها وأنهوها بلا دماء تسيل. ربما تساءلوا عن عالم الكبار في المحيط القريب المليء بالمكائد وعن ألعابه العارمة بالخبائث. هم وحدهم استعملوا السلاح بذكاء وسخروه لتسليتهم ليس إلا. أطفال سوريا تعلموا الكثير، اختبروا عصابات الإتجار بالبشر وقهروا أمواج المتوسط بوسائل بدائية يقترب اتخاذها من الانتحار. وصلوا إلى تخوم العالم الحر الناظم لحقوقهم والراعي لمنظمات حمايتهم. ربما لم يسمعوا بالقانون الدولي وما يكنه لهم من عناية فائقة، لكنهم رأوا في رحابه قانون الغاب، حيث تسود شريعة البقاء للأقوى. الأقوى الذي عليه أن يسير طويلا وينام في العراء بعيون مفتوحة ويقف في طوابير مكتظة تواجه حراس الحدود. حوادث الضياع لا ينساها الطفل بسهولة، ومشاق الهجرة غير الشرعية تعج بكوارث شيطانية. يحدث هذا ويواصل العالم الحر تألمه الفارغ أغلب الظن من غصاته مما يشاهده لتراجيديا الطفولة السورية. قريبا سيحل الشتاء وسيكون على الطفل السوري اقتفاء دروب الخلاص في غابات متجمدة تعج بالضواري. طارق قنديل، RT.